قال له أنا عايز أرفعك زي باقي زمايلك ما رفعتهم. وافق يترفع فرفعه واداله أوفر ضعف المكسب، بس الشرط إنه ما يقبضش الأرباح كل شهر، فالنتيجة إنه ما قبضش خالص. المبالغة صفة أساسية في النصاب، إزاي يديك ضعف المكسب؟ منين؟ يعني إيه اللي بيكسب كل ده؟ وهل ده منطقي؟ إزاي مخك وافق؟ فين الحاجة دولة اللي جواك؟ طبعاً مستر كرشك اديني تاني عجبته المبالغة في الحديث وخدروا الكلام عن الأمانة والإخلاص والقيم. عينيه قلبت دولارات أول ما جيت تلويح بالمكاسب الهيلة، قدرة فائقة على تبديل الواقع وشد أنظار الطماع اللي جواك، قدرة فظيعة على اللعب على دوافع التملك والإغراء بالمكسب الهائل والسريع. ده غير تقديم بقى ضمانات وهمية، بس طبعا ما تكفيش لإقناع مدام دولة اللي المفروض إنها جواك لكن شكلها سكتت وسابت النصاب براحته. فيقوم مستر كرشك عايز تاني بالتسليم له وهو متخدر خضر لذيذ ومستجم. إياكم وأصدقاء السوق يا جماعة، صديق السوق ده مش لازم يجي لك بمخدر ولا بعلاقات منحرفة، لا ده ممكن يجي يجرك لتوظيف أموالك زي عم حسين بالضبط اللي اترفع في أرباحه واكتشف الخراب بعد ما بدأت مرحلة المماطلة. كان بيدينا يعني في الأول وبعد كده قطع وقال إيه في شهر 12، جه شهر 12 قال لنا لسه كمان شهر، قعدنا نصبر عليه لحد ما يعني ما فيش فلوس خالص شايفينها وحاسين ان الشركه بتتدهور. ما بقيتش اديني مواعيد الفلوس في مواعيدها، بقيت اتصل طب تعالي بكره تعالي بعده. كنت حاسه كده في حاجه غريبه بس مش فاهمه ايه، مع اني ما شكتش فيه خالص خالص نهائي. ما قالناش ان في اي خسائر او ان في اي ضربات، لا الشغل محتاج صبر شويه عشان شغل المعمار او شغل الانشاءات ما ينفعش تطلع أرباحه شهر بشهر. كل ما أروح أجيب الفلوس يعني كل شهر ألاقي في ناس كتير في المكتب عاملين مشاكل، أسأله في إيه يا كابتن، يقول لي لا لا ده مشاكل عادية ما فيش ناس كده، في بينهم يعني بيني وبينهم اختلاف، هو ما قاليش الموضوع. الدنيا بتبقى ماشية زي السكينة في اللانشون إلى أن يفيقوا في يوم من الأيام على الكارثة ويكتشفوا أنهم كانوا ضحية النصاب يفوق ذكاؤه ذكاؤهم. بس ده مش بيحصل من مرة واحدة، الأول بتيجي مرحلة المماطلة. رحنا نطالبه بالفلوس، قلنا له احنا عايزين فلوسنا ومش عايزين فوائد ولا عايزين أي حاجة. فجه قال لنا كمان شهر، الحاجات لسه ما خلصتش، المباني لسه ما خلصتش وأنا واقف والشركة واقفة. بعد كده المدة اللي هو الأمهل يعني اداها لنا مهلة اختلت معاه. ما فيش مشاكل طالما كده، واداني طلع اول 50,000 جنيه، طلع دفتر الوصلات على الوصلات وهو بنفسه اللي مضى وكتب رقمه القومي وهو اللي مضى قدام عينيا بال 50,000 جنيه. طبعا اللي كانت العمليه ورا بعضها شهر خد ال 50,000، ثاني شهر كان واخد ال 200,000 جنيه وما خدش منه ارباح. للاسف الشديد ان انا لو خدت اي حاجه، انما انا ما خدتش اي حاجه، اخد مني السنوي وقال لي السنه الجايه على ميعادي في شهر 8 اللي فات ده. قلت له انا شهر 8 اللي جاي ده انا عندي ظروف قهريه جدا، لو انت مش هتسد معايا في التوقيت ده قول لي اديني فكره. قال لا ازاي ده، لو هم مش موجودين في الشركه فلوسي يا رضا، فلوسك دي حاجات ملهاش لازمه، لو هم مش موجود في الشركه انا هديهم لك انا من حساب الخاص. قلت له يا فندم انا بحترم الكلام وبثق في الكلام انت بتقوله. قال لي في شهر 8 1 8 هكون. جه 1/8 1/9 اتصالات بالتليفون، اصلي المواقع بسلمها للهيئه الهندسيه، اصلي كذا، اصلي انا متعسر شويه فاصبروا عليا شويه. فضلنا نزحف لغايه شهر 1 ومش عارفين نوصل لاي حاجه، كلها مواعيد في شنك، لغايه ما عمل معانا المؤتمر في الزهراء وقعدنا برضو كان الكلام مش زيت تمام وملين تمام. قال ان في ازمه ماليه وكده واحنا بنعيد هيكله الشركه، ولو في حد عايز يبقى مساهم رسمي معانا باستمرار نعمل له اسهم يبقى شريك في راس المال الاساسي بتاع الشركه.
في ناس وافقت وفي ناس ما وافقتش مننا، لان طبعا كان العرض ده في مؤتمر كبير هو عمله لنا في فندق توليد. الناس كانت في مراحل مختلفه، ناس لسه بتتزيت وبتتلين عشان تدفع اكتر، وناس ابتدت تقلق وتطالب بفلوسها. شكل صوت ست دولة اللي جواهم عالي على صوت الحاج كرشك. ده دفع الكابتن لعمل مناورة صغيرة. المناورة ليها هدفين، أول هدف تصبير الناس وأخذ آخر مهلة للهرب، أما الهدف الثاني اللي لسه صاحي جواه صوت عم كرشك والطماع اللي جواه رافض فكرة إنه اتنصب عليه، عنده استعداد يدفع فلوس تاني. يبقى نعمل مؤتمر كبير نزيد فيه الناس كلها ونديهم ونهديهم ونصبرهم على مهربنا. وإليكم الظهور الأخير للكابتن. مع حضرتك بس عايزين حلول فعلية لمواعيد صادقة للشركة المكتوبة، الشركة مش العمر احترام دي، بحيث ان يروح يصرف ما ياخدش رب، والشركه ترمي لنا كلنا ونقعد نهون كلنا ونخلي ظالم. جه الكابتن عمرو معاه 5-6 بودي جارد، دخل طبعا الناس هاجت الناس، لان طبعا يعني هنقول مثلا من ال 500 او 600 مليون ما خدوش منهم 3 ارباعهم جنيه ارباح. يا حرام، لا في فلوس في الشركه ولا في فلوس عامه ولا في اي حاجه. ايه ده يا جماعه؟ ممكن يكون اللي خد ارباح ده اللي كان قريب منه، اللي فاهم الدنيا فيها ايه. ده الموضوع. فقعدنا نتكلم معاه، طبعا كان جايب معاه واحد اسمه مصطفى ده شريكه وإيهاب عبد الفتاح، وفي واحد رابع انا ما اعرفوش بصراحه يعني. المهم قعد يقول يا جماعه الشركه هتشتغل والشركه هتقوم، وان شاء الله اللي عايز ارباحه بدايه من يوم 17/1 لعند يوم 1/3 هياخد كل اصوله. اليوم اللي كل واحد هتحدد له فيه ميعاد، لما يجي ان شاء الله هجرب معاه نشوف الحساب بتاعه القديم ايه، عايز ياخد اي حاجه تامنه هندي له حاجه تامنه تحت الحساب، تامين وليس قيمه حقيقيه. هذا كلام واضح، اللي هياخد بيه كل الورقه اللي هياخدها ده تامين وليس قيمه حقيقيه. ماشي. لما نقفل حساباتنا في السنه الماليه ساعتها هاخد الورقه منه ديت ونقفل حساباتنا ريبورت ده زي ما عايز. بتكلم معاك. ماشي. نهايه السنه الماليه ديت هنقول ان احنا زودنا المشاريع في شهر 3، هناخد صحفاتنا مثلا في شهر 5 او شهر 6 او شهر 7 تقفيل السنه الماليه. تمام. بالنسبة لقيت الوصول بتاعت الناس، احنا قلنا في شهر 3 كل واحد هيكون واخد الوصول بتاعه، مفيش حد هيبقى ليه وصول اي عندنا خالص في شهر 3 ان شاء الله. ماشي. لا بتكلم من حد 3 كل واحد واخد الوصول بتاعته. تأفيد السنة المالية اللي هو عميل مقسمة على شهر 6 من يوم السبت، وصلت الاتصال انا هفتح تليفوني من يوم السبت من الساعة 12 للساعة 6، محدش يتصل بيا من الساعة 1 للساعة 6، محدش يتصل بيا من الساعة 1 ولا بعد الساعة 6 لو سمحت.